صباح الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم وكل خير، واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده في برنامج النيل اليوم. موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم فيه عن ظاهره بقت منتشره جدا اليومين دول، ده غير ان هي اصبحت من اهم مشاكل العصر. في البدايه وقبل كل شيء احب ارحب بزمايلي اللي موجودين معايا في الاستوديو. اهلا بك يا رغده. اهلا بك يا امين. اهلا بك يا امين. كلنا جوانا فراغ وكتير مننا بيحاول يملى الفراغ ده من الخارج، عشان كده ناس كتير جدا لجت للانترنت عشان تملي الفراغ اللي جواها وعشان تهرب من مواجهات ولقاء الناس. وبالطبع اصبح الانترنت غطاء رائع للخجولين، بيستطيعوا من خلاله ان هم يتواصلوا مع العالم الخارجي او العالم الافتراضي اللي هم وهبوه لنفسهم. وعلى الرغم من ان الانترنت اصبح من اكثر الوسائل التكنولوجيه اهميه في الوقت الحالي لما له من ايجابيات وفوائد كثيره لا يمكن الاستغناء عنها في معظم المجالات، إلا أنه يمكن أن ينعكس على مستخدميه ليتحول إلى إدمان بمعنى الكلمة. فإدمان الإنترنت مصطلح حديث لا يدركه الكثير، بيشكل خطر بيهددنا جميعا، وأي شخص بيعتبر ضحية ليه حتى يصبح العكس. هو أيضا مرض العلماء شايفينه بنفس خطورة إدمان المواد المخدرة والكحول، فإن كل منهم بيكون ليه قوة التحكم في الشخص، وده بيخلي المدمن مش بيقدر يتحكم في رغباته أو ميوله أو ابتعاده عن الحاجة دي، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي. وللأسف العلماء بيقولوا إن أخطاره السلبية دي هتبقى أسوأ بكتير من كده بسبب ان التكنولوجيا في تطور سريع ومستمر، عشان كده العلماء بيسموه بالهيروين الالكتروني. لما باجي اتكلم عن ادمان الانترنت وبخصش بالذكر بس مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك واتساب انستغرام تويتر يوتيوب، لا كمان انا بخص بالذكر الالعاب الالكترونيه والمواقع الاباحيه. في حاجه كمان احب اضيفها، ادمان الانترنت عموما مش بيرتبط بشخصيتك انت او مش السبب الاساسي في الادمان. الحاجة الأساسية المرتبطة بالإدمان ده هي الشركات اللي بتصنع التطبيقات، وخاصة تطبيقات السوشيال ميديا اللي أصبحت جزء من حياتنا اليومية، وخصوصا بالنسبة للشباب زي الفيسبوك بقى بالنسبة لهم حاجة أساسية في حياتهم اليومية وما يقدروش إن هم يستغنوا عنها، لأنهم بيشوفوا فيه العامل أو الوسيلة اللي بتخليهم اللي هم يوصفوا حالتهم سواء الإحساس بالحزن أو السعادة. ده غير إن هم بيلجأوا ليه في بعض الأوقات لأنهم بيفتقدوا إن هم يكونوا علاقات في المجتمع الحقيقي، فبيلجأوا للمجتمع ده لأنهم بيديهم الفرصة إن هم يكونوا علاقات جديدة. ده غير طبعا تطبيق التيك توك اللي اكتسب شعبية هائلة جدا في مدة زمنية بسيطة، وده بسبب ان الشباب بقوا مهتمين بيه جدا، وخصوصا ان هم بقوا يعملوا مشاهد ما بيقدروش يفرقوا بين الصح والغلط، سواء المشاهد ديت ممكن توصل لمشاهد فاضحة اللي بتؤدي لقضايا مخلة بالاداب او الدعوة للفسق، وده بسبب عدم الرقابة على التطبيق من البداية. ومش بس التيك توك، كمان اليوتيوب دلوقتي بقى اي في ناس كتير بتسيب العمل الاساسي بتاعها وتلجا ان هي تعمل قنوات على اليوتيوب من حيث ان هي خلاص تجمع فلوس وبس من القناه دي، ايا كان المحتوى اللي هي تقدمه. للاسف ثلاث ارباع المحتويات اللي بقت بتتقدم على اليوتيوب دلوقتي الهدف بتاعها بيكون 0%، مفيش هدف اصلا، بيكون كل بالنسبه لهم اللي هو انا هاخد فلوس من على اليوتيوب وانا قاعد في مكاني مش هعمل اي حاجه. ومش بس تطبيقات السوشيال ميديا هي السبب الاساسي في الادمان، في طبعا تطبيقات تانية كتير ومنها تطبيقات الالعاب، خصوصا لعبه ببجي اللي انتشرت في الفتره اللي فاتت دي، ولحد دلوقتي لسه الشباب مدمنين عليها بشكل فظيع جدا، وللاسف اتسببت في مخاطر عديده جدا منها العنف والاكتئاب لدرجه ان هي وصلت للقتل، وده بسبب عدم الرقابه من الاهل او ان هم ما بيقدروش يتواصلوا بشكل ايجابي مع اولادهم، ودي مشكله كبيره جدا في المجتمع ولازم ان احنا نحاول نتخطاها، لانهم بيهربوا للمجتمع ده او للتطبيقات دي علشان مش بيلاقوا الاحساس بالقوه في العالم اللي حواليهم، فبيلجأوا للمكان ده علشان يشعروا بقوتهم. وبجانب كون ادمان الانترنت ادمان سلوكي الا انه له علاقه قويه بكيمياء المخ خاصه بهرمون الدوبامين المسؤول عن الشعور بالسعاده، وهي ان استخدامك للانترنت بيزيد افراز هرمون الدوبامين بشكل اكبر من المعتاد، فبيخليك ان انت تزيد من مده استخدامك للانترنت، ولو قعدت لو لما تكون بعيد عن الانترنت تبدا تحس انك انت عاوز تستخدمه تاني ما بتقدرش تكمل يومك من غيره، لان الانترنت ادمان. ولما بنقول ادمان فهو فعلا ادمان مش مجرد استخدام الاسم قصيره مبالغه. اللي اخترع الانترنت عارف ان هو ادمان، ان الشخص بيدمن الحاجات اللي عليه، ولو وصلت لمرحله متطوره من ادمانك للانترنت بيوصل افرازك للدوبامين بشكل يساوي اللي بتفرزه المخدرات، فبيخليك تتعرض لادمان وانك انت تزود مده استخدامك عشان عقلك يفرز دوبامين اكتر.
ده غير ان نقص الدوبامين ده في الحاله دي بيسبب نوع معين من الاكتئاب، وهو الاكتئاب المعتمد على الدوبامين، وده سبب حالات انتحار كبيره جدا في بعض الدول، وبعض الدول بتعتبره خطر وباء وكارثه بيهدد الصحه العامه للانسان. ومش بس ده الشيء المشترك بين المخدرات وبين الانترنت، انما اعراض الانسحاب من تعاطي الانترنت هي اعراض نفسيه مثل القلق والتوتر والصداع، وكمان اثار انسحاب فسيولوجيه عدويه بتؤدي لارتفاع في ضغط الدم وزياده ضربات القلب وخلل لنظام الهرمون الكامل للجسم وكمان النظام المناعي بتاعه. دي نفسها اعراض الانسحاب من تعاطي المخدرات زي الهيروين والكحولات. وللاسف ظهرت دراسه جديده على موقع بيزنس انسايدر بتقول ان عدد مدمني الانترنت وصل الى 420 مليون مريض في بعض الدول. الانترنت عباره عن مخدرات متخفيه على شكل موبايل او لابتوب، ان احنا ما ينفعش نتعامل معاها باستهتار. الانترنت فجاه تحول لهوس غير طبيعي، اكتر من شاب ينشر اكتر من 400 صوره على انستجرام، واكتر من 500 رساله الكترونيه بتتم على شبكه التواصل الاجتماعي، واكتر من 400 فيديو. الانترنت اثر حياتنا بشكل سلبي، والتكنولوجيا بقت جزء لا يتجزأ من حياه الانسان. والحاجه الاساسيه اللي لازم نوضحها طبعا ايه هي الاسباب اللي ادت لادمان الانترنت بالشكل ده. طبعا في اسباب كتير، منها الاجتماعيه والاسريه، انشغال الاباء والامهات في العمل وبيسيبوا اولادهم ضحيه لسيطره الانترنت، ده غير ان الانترنت بيوفر السريه التامه لمستخدميه وبشكل سهل. الانترنت وسيلة سهلة وسريعة للحصول على كافة المعلومات المتاحة حول موضوع ما، لذلك أغلبية الباحثين يلجؤون لشبكة الانترنت للوصول لأهدافهم وغاياتهم، وإذا قام أحد الأشخاص باستخدام البحث حول أحد المواضيع المتاحة سينتهي به المطاف لقراءة العديد من الموضوعات والمعلومات المختلفة دون الانتباه أو التوقف أو عدم القدرة على التوقف. ومن ضمن الاسباب دي برضو الهروب من الواقع. ناس كتير جدا بتلجأ للهروب من الواقع للعالم الافتراضي كنوع من التخلص من الافكار السلبيه والواقع السيء وضغوط الحياه اليوميه. والاشخاص اللي بيبقى عندهم اكتئاب دايما وفي توتر بيحسوا ان هم لهمش مكانه في الاسره او ما لهمش مكان بين الناس اللي موجودين، فبيضطروا ان هم يلجأوا للانترنت او حد مر بتجربه فاشله في حياته. وايضا التعبير عن الذات، في ناس كتير بتقول انا بعبر عن ذاتي على الانترنت، انا بخرج من العالم الحقيقي بخش في العالم الخارجي، العالم الافتراضي، العالم اللي انا مش عايز اي حد يعرف عني فيه حاجه، انا احساسي في الوجود بيكون في العالم ده. ده غير ان في ناس كتير ما بتكونش فيه على طبيعتها او شخصيتها، بتتصنع شخصيات تانية عشان تلاقي نفسها، او بتحس بتشوف الحاجات اللي عندها نقص فيها وبتكملها على مواقع التواصل الاجتماعي. ايوه فعلا، زي ما احنا قلنا في البدايه ان في شباب كتير جدا بتلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي لانها بتفشل ان هي تكون علاقات في الحياه او بشكل عام مع الناس اللي حواليهم، فبيلجأوا للشاشات دي لانه ما بيبقاش عندهم يعني فرصه تانية ان هم يقدروا يحصلوا على علاقات جديده. طب ايه هي العلامات ادمان الانترنت، او ايه هي العلامات اللي نقدر نقول بيها ان الشخص ده مدمن؟ ان احنا اصبحنا نمتلك هواتف متطوره، وده بيكون لها القدره للدخول على الانترنت، خاصه ان احنا بنمتلك خاصه باستخدام اجهزه الكمبيوتر واللابتوب الموجوده في بعض المكاتب والشركات والمنازل، ودي بتسهل انتشار ادمان الانترنت. وعندك ايضا علامات كتير جدا زي فقدان السيطره على النفس، الانسان لما بيكون متصل للانترنت ما بيقدرش يسيطر على حاله، وجود علامات انسحاب زي القلق وعدم التركيز وعدم القدره على ان هو يعمل اي حاجه تانية، ان هو بيبقى منشغل انشغال تام بالانترنت، سوء الاخلاق وفسادها بسبب الاطلاع على ثقافات اخرى، وده بتغير من عادات الاشخاص وثقافتهم وتربيتهم. الاصابه بالارق واضطرابات النوم بسبب الفتره اللي هو الشخص بيقعد بسبب الفتره اللي الشخص بيكون متصل بيها على الانترنت، الشعور بالكسل والخمول والشعور بالانطواء، الخوف الكامل من الاختلاط مع الاخرين، عدم القدره على البقاء بدون الانترنت اقل من ساعه، ودي تسببت في حالات طلاق كبيره جدا في بعض الدول، لان الزوج بقى كل همه ان هو يكون متصل بالانترنت ويهمل زوجته. ودي تسببت في الخيانات الزوجية اللي بتتم على شبكة التواصل الاجتماعي، والفشل في العمل، ان الشخص بيكون متصل بالانترنت وبالتالي بيهمل عمله. ان الشخص المدمن عند حرمانه من المخدر بيعاني من امراض نفسية وجسمية، وكذلك مدمن الانترنت عند حرمانه من انقطاع الشبكة بيعاني من امراض نفسية وجسمية، وعدم التركيز على الانترنت بشكل قهري، واحلامه وتخيلاته بقت مرتبطة بالانترنت. ده غير اولياء الامور اللي بتخلي الاطفال تفتح قنوات اليوتيوب بهدف ان هي مثلا تتفرج على قنوات الكرتون، للاسف هي ما تعرفش ايه المخاطر اللي بتبقى موجوده.
الحمد لله.